يعني النادي الاهلي كان السنه اللي فاتت نفس في مجموعه الهلال، واكيد هتبقى يعني هي مجموعه صعبه، واكيد هتبقى المقابله صعبه، ولان فريقين كبار يعني الاهلي متصدر الدوري في مصر، الوداد متصدر الدوري في المغرب وعامل نتائج ايجابيه الفتره الاخيره وعنده فرقه كويسه دلوقتي، فاكيد هتبقى يعني مواجهه صعبه، ولكن نتمناها يعني مواجهه رياضيه تخرج في اطار الروح الرياضيه، ونتمنى التاهل للفريقين الاهلي والوداد طبعا كفريقين عربيين يعني في المجموعه يعني. لا يعني ما نقدرش نقول النقاط قوه دلوقتي او ضعف للفريق الوداد، من فريق الوداد فريق محترم ومتصدر، ولكن اعتقد انه ممكن يكون مختلف عن الموسم اللي فات شويه، كل كمان الاهلي ممكن يكون مختلف عن الموسم اللي فات شويه، دايما الفرق الكبيره اللي عندها تدعيمات وعندها لعيبه يقدروا يعملوا الفارق. طبعا لسه يعني ما نقدرش نقول دلوقتي، لسه ما درسناش فرق الوداد بشكل كبير عشان نقدر نقول فين نقاط القوه ونقاط الضعف. عندنا كنا مهتمين الفتره الاخيره بالمتابعه المحليه، احنا متصدرين، عندنا ماتشات كتير ورا بعض يعني شغالين بشكل كويس. لسه مرحله الاعداد للماتشات الافريقيه وخاصه الوداد بالنسبه لينا كجهاز فني لسه وقتها ما جاش، لسه المرحله الجايه ان شاء الله احنا بنجمع ماتشات الوداد كلها بنتفرج عليها ونقدر نحط ايدينا على الفرقه بشكل كبير يعني. لا اول حاجه لسه قرار الانسحاب او من عدم لسه ما طلعش دي حاجه رسميه من النادي، ولكن في اجتماع مع الاداره الفنيه عشان تحديد موقف النادي من كذا في الكره العربيه. الجهاز الفني شايف ان توقيت الكره العربيه صعب جدا على النادي الاهلي، توقيت جاي يعني في نهايه موسم، تلاحم مواسم، مش هيبقى في فتره راحه، لسه عندنا بطوله محليه ما خلصتش، كل ده ضغط كبير جدا على اللعيبه في وسط مرحله مهمه جدا بالبطوله الافريقيه، سواء قبليها او بعديها. النادي الاهلي بقى له سنتين ما ريحش عشان تلاحم الموسم والبطولات، كان من الصعب جدا يعني احنا شايفين من الصعب جدا توقيت البطوله، ولكن لسه قرار النادي لسه ما فيش قرار يعني. تمام، مواجهه محليه، مواجهه افريقيه، مواجهه عربيه، بطوله كاس مصر، البطوله بقول لك جايه التوقيت المفروض الفتره دي اللعيبه تريح فيها علشان تلاحم المواسم، فانا ما اقدرش، انا عاوز احافظ على لعيبتي يعني.